تمكن فريق طبي من قسم أمراض الجهاز الهضمي بمدينة الملك سعود الطبية من إجراء أول عملية لشق عضلة المريء بالمنظار غير الجراحي لمواطن يبلغ من العمر 28 عاما، وغادر المدينة الطبية وهو في حالة جيدة بعد استعادة قدرته على البلع بصورة طبيعية. ولمزيد من التفاصيل معنا هاتفيا استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بقسم الجهاز الهضمي بمدينة الملك سعود الطبية دكتور أيمن جدو. دكتور أهلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار. يا هلا وسهلا، حيا الله أستاذ حسن، حياك الله وحيا الله المشاهدين الكرام. الدكتور أمين لتصحيح اسم الدكتور أمين. أهلا دكتور أمين، وبداية نريد أن نعرف ما هي المشكلة التي كان يعاني منها هذا الشاب وكيف تم علاجه؟ طيب، أولا هذا المريض يبلغ من العمر 28 عام، حدث له وصول مراجعة متكررة إلى قسم الجهاز الهضمي في مدينة الملك سعود الطبية نتيجة صعوبة البلع، ونتيجة صعوبة البلع هذه كانت ضعيفة ثم استمرت حتى أصبحت إلى مرحلة شديدة يتعذر منها الأكل بانتظام، مما أثر على جودة الحياة لدى المريض، حيث أصبح لدى المريض يعاني من صعوبة في البلع متقدمة جدا. بعد عمل المنظار والتشخيص والتحاليل الطبية أثبتت وجود صعوبة في ارتخاء العضلة الضامة، العضلة بارتخاء العضلة الدائرية حول صمام المعدة وهو الصمام السفلي للمريء. هذا صعوبة الارتخاء هو مما أدى إلى صعوبة البلع، حيث أصبح توازن الطعام داخل المريء للمريض. بعد التشخيص الحمد لله تم عمل توسيع للمريض عن طريق البالون، ولكن هذا التوسيع يحصل معه أحيانا تكرر لعملية صعوبة البلع، ويحدث أيضا العجز في ارتخاء صمام المعدة أو العضلة السفلية للمريء. المنظار الغير الجراحي ما هو دوره في هذه العملية تحديدا؟ نعم، سابقا كانت العمليات عجز الارتخاء في الصمام السفلي للمريء تتم إما عن طريق البالون أو عن طريق حقن البوتوكس لبعض المرضى أو عن طريق العمليات الجراحية وتصاحبها فتحات في البطن والصدر. مؤخرا في عام 2000 تم إجراء هذه العمليات على بعض الحيوانات، وفي عام 2007 بدت هذه العملية في اليابان عن طريق بروفيسور ياباني قام بإجراء هذه أول عملية، وفي 2017 انتقلت هذه العملية إلى الدول الغربية ثم انتقلت حاليا إلى السعودية. هذه العملية عادة نقوم نفس المنظار الجهاز الهضمي، نقوم بالدخول عن طريق فتحة الفم ونصل إلى الجزء السفلي للمريء. في هذه عندما نصل إلى الجزء السفلي للمريء نقوم بعمل فتحة داخل البطانة الداخلية في الجزء السفلي للمريء. من خلال هذه الفتحة نقوم بعمل قناة أو ما يسموه التنل، نقوم بعمل قناة تحت بطانة المريء، ثم نقوم بعمل قطع للعضلة الدائرية حول الصمام السفلي للمريء. هذا القطع يؤدي عادة إلى ارتخاء الصمام. عند ارتخاء الصمام يستطيع الأكل أو الطعام المرور من المريء إلى المعدة، وهذا هو الهدف. الهدف المريض عادة لا يستطيع إنزال الأكل إلى المريء. عادة المريء يوجد به صمام، الصمام العلوي والصمام السفلي. يستغرق المرور الطعام في بعض الأحيان من 10 إلى 12 ثانية. المرضى اللي عندهم تقريبا صعوبة في ارتخاء الصمام يستمر وجود الأكل داخل المريء لفترات طويلة، مما يؤثر على صحة المريض. هذا الإجراء اللي قمنا بإجراءه عن طريق المنظار الفمي للمعدة هو إجراء الحمد لله نسبة النجاح في هذه العمليات تصل إلى 92%، فبالتالي هو إجراء يعني يقلل كثير من الإجراءات الجراحية، كما يستطيع المرضى لديهم أمراض مزمنة ولا يستطيع الخضوع إلى عمليات جراحية الخضوع إلى مثل هذا التنظيف. طيب، هل تتكرر مثل هذه الحالات عند المرضى، وما هي الأسباب التي تسبب الضيق في المريض؟ هل تتكرر هذه الحالات؟ هو أولا نحن نسمي المرض مرض يسمى الأكاليزيا، وهذا المرض هو
صراحة هو مرض نادر يصيب الأعصاب المغذية للطرف السفلي من المري. فبالتالي عند الخلل لأي سبب كان عند الخلل في أعصاب التغذية المغذية للمري تحصل هذه العملية. عادة العضلة السفلية للمري أو الصمام السفلي للمري لديه وظيفتين، الانقباض والانبساط. في حال الانبساط يستطيع مرور الأكل من المري إلى المعدة، في حال الانقباض يمنع مرور الأكل من المعدة إلى المري. ولكن في هذه الحالات يوجد عجز في الارتخاء، بمعنى عدم مرور الأكل من المري إلى المعدة. عند خلل، عند حدوث أي خلل في الأعصاب المغذية للمري، للعضلة السفلية للمري، تحدث مثل هذه الحاجات. غالبا بعض الأسباب غير معروفة، بعضها إصابات فيروسية، بعضها قد تكون أمراض مناعية، ولكن الفكرة هو وجود خلل في الأعصاب المغذية للعضلة السفلية للمري، هذا هو السبب. شكرا جزيلا لك، كنت معنا هاتفيا استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بقسم الجهاز الهضمي بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أمين جزيلا.